كي يعتقد بعمالة إقليم الناظور هو لقاء مهم مع المستثمرين ديال الجهة، ليس فقط مستثمرين الناظور، ولكن المبتغى منه هو الاستثمار بهذا الإقليم. اليوم هذا الاجتماع السادس من النوع ديالو، اللي سبق لنا عقدنا عدة اجتماعات. اليوم كتشوفوا تبارك الله العدد ديال المستثمرين ضعف هذا الحضور هذا. ميناء بني نصار اللي اليوم بدا يستقبل الحاويات تقريبا هذه 3 شهور، يعني بدينا ب 10 12 الحاويه، اليوم تقريبا وصلنا ل 79 حاويه. المبتغى ديالنا ان شاء الله هي بعد ان شاء الله واحد على ابعد تقدير، يعني واحد 6 شهور في سنه 2019، يعني مع نهايه شهر جوان خصنا نكون وصلنا اكثر من 250 حاويه. هذا بمجهود ديال الجهه، الولايه، العماله، باقي الشركاء، الجمارك، لاين بي، مرسى ماروك، اللي كلهم مساهمين في هذه الفيدراليه ديال المستثمرين اللي بالناظور اللي كيقوموا بواحد العمل كبير. كنشكروا الاخوان الامنيين اللي واكبونا في هذا العمل وكيقوموا بواحد العمل كبير على مستوى الميناء ولا على مستوى التنسيق اللي كيقوم بواحد العمل كبير. اليوم كنتكلموا على واحد المشروع، الميلاد ديال واحد المشروع اللي سبقنا تكلمنا عليه هذه واحد الشهرين. المشروع هو بناء واحد الوحده ديال النسيج اللي تقريبا غادي تشغل في البدايه ديالها 840 يد عامله، مع يعني بعد على اكثر تقدير بعد سنه غادي يقدر يوصل حتى 1100 يد عامله. هذا المشروع اللي غادي تبدا البناء ديالو في شهر يناير، غادي يبدا العمل ديال البناء ديالو، يعني بعد 8 شهور غادي يكون جاهز للعمل. وغادي الاسم ديال هذا المشروع هذا هو كرامة ريسيكلاج. الكرامة يعني اسم على مسمى، هذا الكرامة لإعادة الكرامة ديال هذوك المهربين، النساء اللي كيقوموا بالعملية التهريب، هذوك النساء اللي كيشتغلوا في واحد الظروف قاسية، في واحد الظروف بعض المرات لا إنسانية. اليوم هاد البناء ديال هاد الوحدة غادي تكون مخصصة لهاد العاملات، يعني هما الأولى اللي غادي يكون يستافدوا من هذا المشروع هذا. غادي يكونوا يعني الأداء ديالهم هو أداء اللي غادي كيتخلصوا فيه في واحد الإطار قانوني، غادي تكون عندهم تأمين، يعني جميع القوانين اللي غادي يكونوا يتمتعوا بها، غادي إن شاء الله يتمتعوا بالكرامة ديالهم في هاد الوحدة الصناعية اللي تسمى بكرامة روسيكلاج. كنشكر المستثمرين اللي وضعوا الثقة ديالهم في الجهة وبداوا استثمارات في الجهه ديالنا. كذلك عندنا تقريبا 6 ديال المشاريع اللي سبق للجهه انها ساهمت في التمويل ديالهم هنا في نتاع المستثمرين في قطاع التصنيع هنا في الاقليم ديال الناظور. وان شاء الله غادي يكون غدا عندنا اجتماع مع بعض المستثمرين لانشاء واحد الوحده صناعيه في قطاع الصوف بعين بني مطهر. هاد المستثمرين اللي هما جاوا خارج ارض الوطن، وان شاء الله غدا يتم الاستقبال ديالهم وسيتم التوقيع معهم على واحد المشروع اللي غادي يكون مشروع مهم، واللي غادي يخدم هو كذلك اكثر من 500 شخص في هاد العمله، عمله اقليم جراده في هاد المشروع هذا. وحنا مستعدين، كنكرر هذا نداء لجميع المستثمرين على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي، ان الجهه مستعده تدعم الاستثمار، وهذا من الاولويات ديال الجهه وهذا من الاختصاص ديال الجهه مع باقي الشركاء. حنا مستعدين باش نشجعوا الجهه ديالنا، باش لان الدور ديالنا اليوم هي تشغيل ديال الناس. كتعرفوا المنطقه، كتعرف واحد العدد ديال البطاله، نسبه البطاله كبيره، ولكن الحمد لله بهذه المبادرات بدينا كنجنيو الثمار ديالهم. وشكرا. افقدوا من مره هذه النهار هذا مقرا، اقل غير مقرا العمل النظر بحضور عدويا غيجني اجتماع النهار هذا سبحانك ولي الجهه، هذا العامل النظر رئيس الجهه، اعضاء الجهه مره، مسؤولين الجمارك، كل شيء. تحيه الحضور النغمار كان غيحضر النهار، حضور متميز بالمقارنه كالحضور اللي شهر 10، شهر 10 تغي 40 واحد، النهار تقريبا تازي 150 واحد، يدل على شيء، فانه يدل على ان يوذن فاحن، يوذن كومسنا الثقن، نهار نزلت الثقه، نهار كومسنا وسيدي المستثمرين الذين يخدم نرخو السلعه تدي توين زي برا، الثقن عاصني الثقه ديال الدوله. فالدوله نهار تغاس النيه حسنه باش 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 وسيدي باش تنجح المشروع. نمشي الوالي نوجدها، الناس النيه سوء النيه ما سلمونن.
النيه سوء النيه عما سيد مولان، ان شاء الله النيه صادقه ما حندي وداني وسيدي عبان مره من غاسن قرنسن بدم انه تغين تغاسن المشاكل تغى المشاكل تغى المشاكل تغى وان سيدي فابا يقميوث نغامرش حمد عمد كخف زريد هذو نهار الحمد لله الامور كما سنتار ريكلانت شويت فالمستقبل ديالي مليح نهار خاصني نهار نفير معرج العقد نهار نفير مع اجن اتفاقيه كونات مش سقانا كاين اللي غيخدم المواد الملابس الجوتيه تقريبا اننا نستخدم تقريبا 850 الف نيوداني غنستخدم ديال المنطقه ف تحيه طبق قرنت هينا ديوين المشروعه والتحيه طبق قرنت هينا غي وسيدي غي حسين اللي هو امنايا ونشكى المدير العام السي نبيل الخضر اذا غيكشف الفوس باش وسيدي المنطقه غتحرك فمن غلا المساعده للجهه سيوضن المشاكل النغ دي غويان النغ دي مناس النغ سيوضن تي المدير العام هو دغار غنيشان مشينا للوالي اجن الشابه منير قنفحطت باش الحمد لله هم يدول الشباب كما من على المسؤوليه ثمو ولا بدا نستبشر الخير فاستبشرنا خير بالمدير العام واستبشر خير بالمدير الجهوي الذي يواكب معنا كل ساعه كل دقيقه المشاكل النغ ماره فيوضن ماره فاحن ونشكانا دور خلي استضافه يا مره وان شاء الله ان هذا ميمون ومن ديوسين احسن من ديوسين احسن ان شاء الله والسلام عليكم. أمس زري من نهار غنغيش لقائك السيد رئيس الجهه السي الوالي السيد العميل المستثمرين صراحه تو غادي يجي الاجتماع يشد ثمار النص قامت زري متوقعش الاتفاقيه نجي المشروع هذا مقرن هذه الدار هذه النظر هذه غيستخدم تقريبا يجي 800 الف نيد العامله والمده انجاز المعمل ديالي تقريبا حامل ديالي يوجد عمدني نهار المستثمرين عاود يجي المشروع ان شاء الله اتنقذي عين بني متهر نضوف تسلم المغرب من بلد فلاحي ودير نجن حاجتي يدا الفلاحه الضوف سنين الناس القاشين ندبهايم وتمطان صوهي في الدحان ولكن الحمد لله هنا راس المجهود نض العلاقه المستمرين برا نودي المشروع غيخدم تقريبا يجنا 400 500 واحد اسكوسه ان شاء الله قنقجل وحده تصبين اتيري ان شاء الله ذي عين بني متهر وميمتو عامد يقول ان شاء الله قدير المعمل الاديري دي وجده ان شاء الله دي حي صناعي ربما غير ندق جده باش لحقاش المشروع انويتي ديال المنطقه نجيته قلنا نجيته نوجده ولكن خاصه يتهم المغرب عم يكمل وهذا المشروع مهم لحقاش السوفا تغنبهم وتخدم تغنبطان تسوها ولكن نهار نشيت المجهود تنغني ود المستمرين كنت غنكونتاك زيد غنسك غنصدر غبرا وعامد يقول ان شاء الله اديري المشروع ذا تخدم ذا فيرو تخدم ذا منين يكون شوفي وشكرا.